بسيط إذا أمكن الإجابة عليه، يعني من خلال طرحكم للعقل المكون والعقل المكون، هذه الإسرائيليات أو الوضع الموجود في موروث أهل البيت عليهم السلام، كم يشكل يعني حيزا من العقل التكويني؟ الواقع بيني وبين الله لا توجد عندي نسبة، ولكنها ليست قليلة، لأنه إذا كانت النسبة 1% 2% 3% 10%، قد بيني وبين الله لا تستطيع أن تؤثر. نعم نعم، بعد ذلك سأبين لكم أن بعض الكتب الموجودة بأيدينا على بعض المباني الرجالية، وخصوصا على مبنى سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه، أن الكتاب لا يسلم منه إلا 10% من الروايات. يعني النسبة قريب النسبة التي ذكرها الشعبي أو ذكرها دارقطني وغيره في هذا المجال. طيب، هذا يوضح أنه لم يدخل في العقل التكويني باعتبار أنه التفتوا إلى هذه القضية. لا، ما التفتوا، الآن بعض المتأخر التفت، ولا هو الآن في الثقافة الشيعية تحكم كل تلك الثقافة. بعبارة أخرى، سأأتي إلى كتاب البحار للعلامة المجلسي الذي يشكل الآن العقل ماذا؟ الشيعي والثقافة الشيعية في مختلف أبعادها، من عقائدية وتفسيرية وتاريخية وشعائرية، وكلها مبني على كتاب ماذا؟ بحار الأنوار. وسنقف عند هذا الكتاب في الليالي القادمة لنرى على بعض المباني أي مقدار يسلم من هذا الكتاب. إذن القضية ليست قضية، لو كانت قضية 1% 3% 4% واقعا ما كانت تستحق أن أقف ماذا عندها، ولكنها تشكل ماذا؟ منظومة وظاهرة قوية في الموروث الروائي الشيعي. شاهدتم واستمعتم إلى حديث السيد الحيدري، والذي يؤيد ما بدأت به كلامي. هو رجع إلى منهج السيد الخوئي وقال بأنه حسب منهج السيد الخوئي إن بعض كتبنا الحديثية لا يصح منها إلا 10%، وهذا هو الذي أقوله دائما. وقلت بأن منهج السيد الحيدري هو نفس منهج السيد الخوئي، النتيجة واحدة، نفس الطريقة التي كان يتحدث بها السيد محمد حسين فضل الله، نفس الطريقة التي يتحدث بها الآخرون في مكاتبهم وفي بيوتهم داخل الحوزة العلمية، هي تضعيف وإلغاء النسبة الأكبر من حديث أهل البيت، هي هذه النتيجة. نحن ما سمعنا في حديث أهل البيت منهم عن وجود إسرائيليات. هذا الكلام ردده الشيخ الوائلي، ردده فضل الله، ردده كمال الحيدري، ردده أهل البيت. قالوا بأن في حديثنا ونحن تحدثنا بسبب التقية بسبب أمور أخرى يشابه حديث المخالفين، هذا الحديث اتركوا لأن الصواب في خلافه، حذرونا من حديث المخالفين. في أيام الأئمة كان هناك من الغلاة يضعون الحديث، ولكن الأئمة نقوا الكتب الحديثية ونظفوها من حديث الغلاة. ربما تكون شهادتي مجروحة لأنني مغال في نظر المؤسسة الدينية أو في نظر السيد الحيدري، إنني ما رأيت حديث غلو في كل أحاديث أهل البيت، رأيت أحاديث كثيرة توافق المخالفين، أما أنني ما رأيت إلى الآن بحسب عقيدتي ولا حديث واحد غلو. أنا أكثر من 30 سنة أعمل في حديث أهل البيت،
ما رأيت والله ولا حديث واحد غلو في كل كتب الحديث التي هي في نظر المؤسسة الدينية كتب حديث معروفة أو كتب حديث ضعيفة يتهمونها بالغلو، مثل كتاب الحافظ رجب البرسي، والله ما رأيت في شيء من الغلو إطلاقا، لا يوجد في شيء من الغلو. سيأتي من يقول لي بأن الشيخ المجلسي قال، وليقول الشيخ المجلسي، الشيخ المجلسي قال عن هذا الكتاب بأن فيه غلو، ونقل أحاديث في مضامينها أعمق من أحاديث الحافظ رجب البرسي، لأن والده هو الذي نقلها فقبلها. إذا كانت الموازين هكذا فسلام على تلك الموازين. وهذه هي القضية، القضية إذا كنا نحترم عالما معينا نقبل حديثه، إذا كنا لا نحترمه لا نقبل حديثه. هذه القضية موجودة على طول الخط، تلبس بلباس علمي وتوضع بين أيدي الناس. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي حرب شعواء على حديث أهل البيت. يوميا يخرج إلينا أحد يمزق حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا أعتقد هذه القياسات والأرقام طبيعية منطقية، من جهة أن الحديث المنقول بالمعنى 99%، هذا الحديث المنقول بالمعنى هذا جيد، ومن جهة أن في كتب الحديث 10% صحيح، فلتكن كتب أخرى نعطيها نسبة أكثر 20% صحيح، لأنه قال بعض الكتب 10%، هناك كتب أخرى ربما 20%، هو ما صرح في ذلك، ولكنني أقول ربما تكون 20%، وهذه 20% 99 منها منقولة بالمعنى. إذن ماذا كان يعمل أهل البيت؟ يعني أهل البيت صلوات الله عليهم تركوا الأمر حتى يأتي السيد كمال الحيدري ورتب الأمور؟ ما معنى حديث الثقلين؟ معنى حديث الثقلين أن نتمسك بكتب مشحونة بالإسرائيليات، أو ننتظر حتى يأتي سيد كمال الحيدري فنتمسك بالقرآن وبسيد كمال الحيدري حتى يخرج لنا ماذا تريد العترة؟ ما هذا الهراء من القول؟ إذا كان الحديث 99 منقول بالمعنى، والكتب ما فيها من الصحيح إلا 10%، قل 20 قل 30، وهذه 30 أو 20 99 منها بالمعنى، وقطعا حينما تنقل بالمعنى بحسب رأي السيد الحيدري أنها ستفقد قيمتها، وهكذا قال ستفقد قيمتها حينئذ. النقل بالمعنى هو أساساً أليس المراد من الألفاظ المعنى إذا كان المعنى موجود وفي ضمن إجازة المعصوم، والمعصوم قطعاً عالم بأن ما سينقل من كلامه بالمعنى سيؤدي الغرض والباقي سينقل بالنص، فلماذا لا يحافظ حينئذ هذا المعنى على قيمته وهو أساساً المقصود المعنى؟ الألفاظ ليس هي المقصودة، وإنما المقصود المعنى، وإنما الألفاظ سور غلاف علبة توضع فيها المعاني. يعني الآن حينما يأتي الإنسان بحاجة موضوعة في علبة، نفرض مثلا يأتي بمجوهرة، بساعة ثمينة موضوعة في علبة، بزجاجة عطر موضوعة في علبة، الهدف هو العلبة أو الزجاجة؟ الألفاظ مثل هذه العلب، والمطلوب المعاني. يعني نحن نبقى منشغلين بالعلب ونترك زجاجة العطر. قضية واضحة جدا، مسائل لا تحتاج إلى كثير
تأمل إلى كثير تعمل. القضايا واضحة جدا. يعني هل هذه النسب نسب منطقية أم أنها هكذا جزافية مبنية على التسرع في القول؟ حينما يريد أن يتحدث يريد أن يثبت قضية بأنه الأحاديث نقلت بالمعنى رفعها إلى أعلى نسبة إلى 99%، حينما تحدث عن الصحيح أنزلها إلى أدون نسبة إلى 10%. هذا كلام جزافي، هذا يكشف عن قلة خبرة بالحديث وعن قلة اطلاع وعن افتقاد لملكة البلاغة، البلاغة والفصاحة التي هي من خصائص أهل البيت. هذه البلاغة والفصاحة موجودة في حديث أهل البيت، وكل ذلك يشير إلى أنه يفتقر إلى لحن القول، الملكة التي يريدها أهل البيت لا الملكة التي تريدها الحوزة العلمية، تلك ملكة أخرى هو وشأنه. الملكة التي يريدها أهل البيت، كل هذا الكلام يدل على ذلك.